بالعالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون. الآية السابقة نداء من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، بنو إسرائيل لأنهم بنو نبي الله تعالى يعقوب عليه السلام، نسبوا إلى جدهم لأنه هذا أقرب أجدادهم، يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. يا بني إسرائيل يعني يا بني يعقوب. ذكرهم الله عز وجل بنعم كثيرة عظيمة في هذه الآيات، ومنها الذي ذكره في هذه الآية أنه فضلهم على العالمين، يعني على أهل الدنيا في زمانهم، على جميع أهل الدنيا في وقتهم وفي زمانهم، كانوا هم أفضل من كان على ظهر الأرض في ذلك الوقت. هذه منة عليهم من الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك عطف على ذلك نعمة أخرى وقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يعني اذكروا، خطاب لليهود، اذكروا نعمة الله عليكم التي أنعم بها عليكم في السابق وأنه فضلكم على العالمين وما إلى ذلك من نعم، واذكروا أيضا وقت إذ نجاكم الله. نجيناهم من آل فرعون. والخطاب هنا وإن كان المتبادر منه لليهود الموجودين في وقت نزول القرآن، فالمراد به في الحقيقة هو أسلافهم وآباؤهم، لأن نجاة الأوائل ونجاة الآباء والأجداد هي نجاة للعقب، لأنه لو لم ينجي الله تبارك وتعالى آباءهم لما وجدهم. وذاك جاء الخطاب موجها إلى الموجودين: وإذ نجيناكم. فالنجاة في الحقيقة من فرعون كانت لآبائهم وأجدادهم في عهد فرعون موسى عليه السلام، ولكن خطبهم استحضارا للصورة لتعظم النعمة، لما يخاطبون بأنه كأن الله نجاهم هم، وهذه نجاة حقيقية بسبب نجاة آبائهم، ليتذكروا عظم نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هذا الخطاب لأهل القرآن، والله تبارك وتعالى لم يحمل أهل القرآن في الجارية، لم عندما عم الطوفان الأرض على عهد نوح عليه السلام بسبب الجهل والظلم والكفر برسالات الله تبارك وتعالى، أغرقهم الله جميعا ونجى في الجارية، نجى في الفلك نوحا ومن معه. والخطاب في القرآن وجه لأهل القرآن: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فهو حمل أهل القرآن في الجارية، ولا حمل من نوحا ومن كان معه، حمل نوحا ومن كان معه، لكن وجه الخطاب لأهل القرآن وقت نزوله استحضارا للصورة، ولأنه لولا تفضل الله عز وجل بنجاة نوح ومن معه لما نجا عقبه بعد ذلك من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلم جرا إلى وقتها الحاضر. ولذلك قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، استحضارا للصورة وتذكيرا بنعمة الله تبارك وتعالى
على الأمة. وإذ نجيناكم، النجاة يعني معنى النجاة هو الخروج من الضيق إلى السعة. إنسان لا يقال فلان نجا من شيء إلا إذا كان قبل ذلك كان في ضيق وفي شدة، وقع عليه ضرر كبير فنجاه الله تبارك وتعالى منه. الله عز وجل ذاك يذكر أنه ينجي رسله وينجي المؤمنين، لأن هذه سنة الله تبارك وتعالى في المؤمنين وفي الأنبياء أنهم يمرون بالشدائد وبالمضايق وبال يعني الأشياء التي تصيبهم في الدنيا قد لا تصيب غيرهم من المترفين ومن المفسدين ومن، ولكن في نهاية الأمر ينجيهم، يعني يخرجهم من الضيق إلى السعة. فأصل كلمة النجاة هذا هو معناها، وهي مأخوذة من النجو، وهو أن الإنسان يكون يضع الشيء في موضع مرتفع عالي، في نجوة من الأرض، في مرتفع من الأرض، ثم توسع فيه فصار يدل على معنى الفوز بصفة عامة، فوز مطلقا، كل فوز يسمى نجاة. وإن نجيناكم يعني فزتم وخرجتم من الضيق ومن العذاب ومن الإذلال ومن الهوان الذي كان يصيبكم به فرعون وآل فرعون، نجاكم الله تبارك وتعالى منه امتنان على اليهود ليذكرهم بنعمته، وأخرجكم من ذلك الضيق ومن ذلك الهوان ومن ذلك الذل. نجيناكم من آل فرعون. من آل فرعون هو النجاة من فرعون، وإلا من آل فرعون هو الحاكم المستبد الطاغية المتجبر متعالي في الأرض المسرف المفسد هو فرعون، ولكن وجه الخطاب ووجه الكلام كأن النجاة من آله وليس منه هو نفسه، بسبب أنه هو الآمر وهم المباشرون، لأن هم الذين يباشرون في التعذيب، وهم يباشرون في الإذلال، وهم يباشرون في قتال المؤمنين وما يصيب المسلمين. لا يباشره فرعون بنفسه، ولكن فرعون يأمر به ويباشره أتباعه، وهذا يدل على أمر في غاية الأهمية، على الإنسان عندما يؤمر بالظلم في أي دولة في أي مكان، من الرئيس، من الحاكم، من رئيس المصلحة، من المدير، من رئيس الدولة، من القائد العسكري، عند يأمره بشيء فيه معصية الله تبارك وتعالى لا يجوز له أن يمتثل، ولا يجوز له أن يفعل الظلم، لا يجوز له أن يقتل، لا يجوز أن يتعدى، لا يجوز له أن يغصب المال، لا يجوز له أن يسرق. يأمرك رئيسك بعمل تعلم أنه فيه خلل، فيه مخالفة، فيه فساد مالي، فيه فساد إداري يؤدي الهلاك، فيه تآمر، فيه قتل، هل يعفيك من المسؤولية أن تقول أنا يعني مأمور وإلا يعني ما عنديش قدرة؟ وهذا زي ما حدث في قتال السابق، الناس صاروا يقاتلون مع الظالم ومع المستبد ومع الطاغية، ويقول نحن ننفذ أوامر، وهذه قوانين عسكرية وهذه قوانين كذا. هذا لا يحل، هذا كلام فاسد. لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، وإنما الطاعة في المعروف، ولي الأمر يطاع في المعروف لا يطاع في المعصية. وذلك هنا القرآن وجه الكلام مع آل فرعون، مع جند فرعون، كان فرعون لا علاقة له بالأمر، مع أنه هو الأول يقودهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، هو المقدم فيهم في العذاب وفي الهلاك. لكن الناس قد تغفل على أن على هذا الأمر، وأن المسؤولية ربما تخص الرئيس والحاكم وكذا، والآخرون يعني هم يقولون أنا مأمور وأنا لا قدرة لي ولا، لا يجوز، لأن الإكراه له حدود شرعية. الإكراه إذا كان
يصل بالإنسان إلى القتل والتآمر وكذا، فهذا لا يجوز حتى لو مات، حتى لو قتل. الإكراه لا يبيح القتل. لو أكرهك إنسان لأن تقتل إنسان ظلمة، هل يجوز لك أن تقتله وتفدي نفسك من الموت؟ لا، لا يجوز، لأنه ليس هناك نفس أولى من نفس، أنت نفس وهو نفس، فكيف تحفظ نفسك وتهدد نفس أخيك؟ فالإكراه لا يحل القتل. وكذلك الإكراه على الأشياء الأخرى، يعني بعض الناس يعني يخشى أنه عندما يعني يعصي الأمر، أمر رئيسي أو أمر الدولة أو كذا، يخشى أن يفقد عمله ويفقد مرتبه ويفقد منصبه. يقول ما علي، يقول أني ما علقت بهذا، أني الأمر ليس بيدي، هو الذي أمرني. يأمره بأخذ المال، بسرقته، بالتحايل، بالتآمر، بطريق مباشر وغير مباشر. قلبك هو الدليل، قلبك هو المؤشر. وإذا التبس عليك الأمر فاسأل على حكم الله فيما تقدم عليه. لا يجوز لك أن تقدم على أمر حتى تعلم حكم الله فيه، إذا كنت لا تعلم حكم الله. ولا تنفذ الظلم، ولا تنفذ الفساد، لأن الفساد هكذا كيف ينتشر وكيف يستشري في الدولة، في وسط الناس، في المجتمعات. ابدأ من أصغر مكان إلى أكبر مكان، من مجلس محلي أو مجلس شورى أو مجلس عسكري أو إدارة أو أي كذا، إلى رئاسة الحكومة، إلى رئاسة المؤتمر. هكذا يتدرج كل إنسان، لا يتحمل مسؤولية ولا يتقي الله فيما أسند إليه، ويقول أنا عبد مأمور. كيف عبد مأمور؟ أنت مأمور بالمعصية، حرام عليك، لا يجوز، اتق الله. ولو أن كل إنسان اتقى الله في نفسه وفي المؤمنين، وراعى الله عز وجل فيما يأتي وما يدر، لاستقامت الأمور. أنت لا تحتاج إلى رئيس دولة في عدل عمر أو عدل ابن عبد العزيز أو في عدل، أنت تحتاج إلى أن تبدأ بنفسك. لو أن كل إنسان بدأ بنفسه وبنى لبلة، وامتنع عن تنفيذ الظلم، امتنع عن التحايل. نرى الآن فساد المالي والإداري والسرقات والقتل والنهب، والبلد مستباحة لأن الدولة ضعيفة وقانون لا وجود له في البلد، كل يفعل ما يريد، حتى ما يريد أن يستقل بجهة من الأرض، يستقل ويعني سلطانه عليها. ليس بعد هذا الفساد فساد، والناس يسكتون، وكان شيء لم يكن. وأكثر الناس للأسف متربصون، ينتظرون، كان من ينتظر لمن تكون الغلبة. إذا رجحت هذه الكفة فنحن معه، إذا رجحت هذه الكفة فنحن معه. هذا التربص خلق المؤمنين، تربص خلق المنافقين. يتربصون بكم الدوائر، يعني ينتظر. فإذا كانت الغلبة للمؤمنين يعمل نفسه معهم، يصلي معهم ويجاهد معهم ويفعل. وإذا كانت الغلبة للمنافقين يبقى هو من في مقدمتهم، ويعلمون أنه من رؤوسهم. فهذا لا يكون من أخلاق المسلمين ومن أخلاق المؤمنين. ما نراه الآن من السلبية القاتلة الفاسدة هي التي أوصلت البلاد إلى هذا المستوى، هذا المستوى من الفساد ومن الخلل. انظروا الآن، أموال طائلة لا أول لها ولا آخر صرفت، ميزانية بالسبعين مليار تصل، تحتاج إلى وقت طويل حتى تنفقها إنفاقا صحيحا. ذهبت أدراج الرياح، ولم تبنى في هذه الدولة لبنة على لبنة. انظروا ماذا حدث الأيام الماضية، تجربة صغيرة في سبا وفي بعض المدن في الغرب وفي أماكن متعددة، فئات قليلة من الناس، ليس جيش جرار أعلنت التمرد وأعلنت رفعت راية النظام السابق ونادت بالمقولات الشركية الفاجرة الظالمة ورفعوا الخرق الخضراء. والناس يعني معارك ذهب فيها ضحايا في سبها. للأسف الدولة تركت سبها تواجه مصيرها وحدها، لا حول لها ولا قوة، ليس هناك حماية كافية. إلى حد الآن قاعدة جوية في سبها مهمة لا زالت محتلة من قبل أنصار النظام السابق. هل يعقل هذا؟
هل يتصور هذا في هذه الميزانيات؟ صرفت على وزارة الدفاع والداخلية في الحكومتين السابقتين هذه والتي قبلها 16 مليار. انظروا تصور 16 مليار صرفت على وزارتي الداخلية والدفاع في حكومتين متتاليتين. لم تستطع الحكومة إلى حد الآن أن ترسل حتى 10 جنود من العاصمة ينصرون المظلومين العاجزين في سبا. كلها وعود، كلها كلام. الآن الأمر مستتب، الآن كذا أرسلنا، لم يصلهم شيء إلى حد الآن. القاعدة لا تزال إلى حد الآن محتلة، قاعدة تمن هيت لا زال محتلة من قبل العسكريين الخارجين على القانون. وللأسف نجد بعض الناس، حتى المسؤولين، حتى المسؤولون في السياسة، في أعضاء من أعضاء المؤتمر الوطني في مقابلات، نجد كأنهم غائبون عن الوجود، لا يريد أن يصدقوا، يتكلمون بنوع من التحوط ونوع من الاحتياط، ولا يريدون أن يجرحوا شعور أزلام النظام السابق، ويقولون ويعبرون يريدون أن يجعلوا ما يحدث الآن في البلد، هذه القلاقل العظيمة الشديدة المخيفة، يصورونها كأنها لا تزال هي صراع بين قبائل محلية. ثم بعد ذلك إذا تواضع يعرج، نسمعهم هكذا يقولون أعضاء المؤتمر، ويقال إن بعض أعضاء أزلام النظام السابق كذا أيضا عمد من بعض. كيف يقال هذا الآن؟ خبر بالتواتر، مئات الناس في سبا، آلاف الناس، آلاف مؤلفة تقول إنهم شاهدوهم وأنهم يقاتلون وأنهم قتلوا إلى حد الآن أعداد كبيرة وجرح أعداد كبيرة، وتقول يقال هذا؟ من يقول هذا القول؟ لا نأمن أن يأتينا يوم من الأيام ويقول يقال إن القرآن كلام الله. إيش الضلال هذا؟ هذا لا يخلو الحال، إما أن يكون غائبا عن الوجود وليس هو مؤهل لأن يمثل أهله ويمثل أهل ليبيا في هذا هذه المؤسسة العظيمة، وإما أن يكون هو متستر ويريد لا يريد أن يعني يكشف الأمور ويقول الحقائق، وله مصلحة في هذه المسألة، وهذا في أمر أخطر وأخطر وأشد وأشنع. لابد أن تسمى الأشياء بمسمياتها وأن تذكر الحقائق للناس. هذا الوقت ليس وقت لعب، وقت جد. هناك تآمر على ليبيا من الخارج ومن الداخل، وأنصار النظام الآن يجمعون قواتهم، وهناك دول إقليمية تشارك في هذا، وهناك أموال تصرف، وهناك، فلا نستهين بهذا الأمر، لا نستهين بهذه المسألة. ولنا في جيراننا وفي الدول الأخرى، في سوريا وفي مصر وفي ما يجري في تونس، لنا يعني عبرة. فالآن الذي ينبغي للناس أن يفزعوا إليه وأن يلتجئوا إليه بعد الإيمان بالله والاعتصام بالله هو تجميع كلمتهم، تجميع التوار، عليهم أن يجمعوا كلمتهم وينسوا الخلاف وينسوا الشتات وينسوا الفراق وينسوا الخصومات، لأن من مصلحة بعض الجهات في الدولة أن تفرق بين هؤلاء الناس. لقد قسموهم وفرقوهم وتسلط عليهم الإعلام الظالم وشوه صورتهم عند الناس، وكل من يريد أن ينصر الحق يسلو بأي صفة يجعلها عند الناس مكروهة، بحيث أبعدوهم وقالوا نريد الجيش ونريد الشرطة. نعم، مرحبا بالجيش والشرطة، لكن هي كلمة حق وإذا هي باطل. هل عندما الآن مررنا بهذا الاختبار الصغير في هذه الأيام الماضية وجدنا للدولة جيشا وشرطة؟ هاي الفرصة أطيحت لكم الآن من 3 شهور، أبعدتم التوار وأقصيتموهم من بنغازي وحدث ما حدث وحصل عليهم الهجوم وانتقمتم منهم وهم استسلموا وتركوا، وبعضهم أخذته الأطماع وأغروه بالمال وبالمناصب وحصل ما حصل. هل الجيش الآن استطاع أن يفعل شيء؟ نحن سمعنا جميعا أول ما حدث هذه الحادثة، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، رئيس المؤتمر
كلهم استنجدوا بالثوار، لم يجدوا جيشا واحد، لم يجدوا يعني جهة ما جيش تحمي هذا الحدث الذي حصل وتخرج البلد من تنقذه. نادوا بأعلى أصواتهم: يا ثوار مصراتة، يا ثوار الغرب، يا ثوار كذا، هبوا لإنقاذ بلادكم. طيب أين الجيش اللي صرفتم عليهم الأموال؟ أين ذهبت الأموال؟ قارنوا الآن الأمن في بنغازي، الجريحة التي تنزف كل يوم دما، قالوا الأمن فيها الآن وقبل 3 أشهر 4 أشهر عندما كان الثوار يحرسون، الثوار الذين شوهوهم قالوا هؤلاء يعني ميليشيات وهؤلاء لجان ثورية. قارنوا الآن الأمن الآن وقبل 4 أشهر. الآن لا يمر يوم إلا وتسمع يعني رعب وخوف وفزع وتفجير واغتيال واختطاف. وللأسف هذه الأعداد الكبيرة التي تموت كل يوم والدماء تسيل لم نصل فيها إلى رأس خيط إلى حد الآن. وهذا أمر مريب، أمر غريب، أمر لا يمكن أن يصدق. هل يستحيل أن تضبط حالة واحدة تردع بها المجرمين وتقولنا من وراءها هذه الجرائم هي الجهة الفلانية، وإلا جهات متعددة، وإلا مسكنا فلان، وإلا الجهة الفلانية؟ هل يمكن أن تغيب كل هذه الأشياء وهذه الجرائم وتسجل ضد مجهول بهذه الصورة؟ هذا هو غياب الثوار الذين أقصوهم، الثوار الحقيقيون الذين خرجوا بدلوا أرواحهم في سبيل الله من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا. لا أتكلم عن الثوار الذين يسعون للدنيا وجعلوا الثورة غنيمة. منهم من كان يعني يده والتراب صار من أصحاب الملايين، استغنى بالثورة. الثورة الآن كما أن فيها رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه وبذلوا أرواحهم في سبيل الله وحققوا النصر والعزة لأمتهم والخلود لهم في الدنيا والآخرة، هناك تجار أيضا لهذه الثورة وأصبحوا أصحاب أموال ومن كل الفئات للأسف. حتى عندما أتكلم على الجرحى الذين يعالجون في الخارج، منهم من هو صحيح يستحق أن يعتنى به ويجب أن حتى لا إنه لم تتح له الفرصة حتى أن يعالج، ومنهم أعداد كبيرة الآن في الخارج عاشوا واستقروا انتهت جراحهم وأبوا أن يرجعوا إلى بلادهم ويتاجرون باسم الجرحى، ومنهم من يتزوج واستقر هناك ويكسب الأموال ويعني يسمي نفسه يتاجر بما أصابه في هذه المحنة وفي هذه الثورة وكذا، واستقر وصارت لهم يعني نوع من الهيمنة على السفرات وعلى المكاتب واستولوا على المال باسم أنهم ثوار وباسم الجرحى. هذا كله فساد، هذا كله نهايته الخسران. الإنسان العبرة بالعاقبة لا بما تبدأ به، قد تبدأ مجاهدا وتبدأ لله ثم بعد ذلك يعني العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، كيف ينتهي أمرك، كيف ينتهي عملك. أما أن تبدأ مجاهدا ثم تنتهي تاجرا، تتاجر في الدنيا وتبيع يعني مصالح الأمة وتفسد أموالها وتسهم في إضعافها وفي سفك دماء الأبرياء منها، لأن التخلي عن نصرة الحق ونصرة الدين ماذا يترتب عليه؟ انظر ماذا يترتب عليه، ترتب عليه ضياع أرواح، ذهبت أرواح الآن في سبأ، لم يجدوا من يناصرهم. للأسف حتى الأشياء الضرورية، البنزين لا يوجد عندهم، ليس فقط مدهم بالسلاح ولا مدهم بالجيوش ولا بالدبابات ولا كذا، كل ما زال في مرحلة الوعود لم يتحقق له منهم شيء، بل الأنكى من ذلك حتى البنزين لا يوجد عندهم، لا توجد عندهم بنزين. كيف تريدهم أن يقاوموا هؤلاء الظلمة وهم لا يملكون بنزين لسياراتهم؟ فالموضوع يحتاج إلى مراجعة. المسألة الثوار عليهم الآن أن يعيدوا حساباتهم إذا أرادوا أن يحفظوا بلادهم. نحن مع إقامة الدولة لكن إلى أن يتأسس الجيش، الجيش إلى حد الآن لم يتأسس، هذا شاهدناه بالمشاهدة. العبرة بما نرى لا بما نسمع. نحن نرى الآن لا وجود لجيش، على الرغم من الوعود ومن الميزانيات ومن الكلام، لا وجود لجيش. فعلى الثوار أن يجمعوا أمرهم وينسوا خلافاتهم في كل مناطق ليبيا، من طبرق
إلى رأس جدير، إلى غاث، إلى الجنوب، إلى الكفرة، إلى طرابلس، إلى تاجوراء، إلى سوق الجمعة. عليهم جميعا أن ينسوا خلافاتهم فيما بينهم. أهل تاجوراء عليهم يتجمعوا أولا وينسوا خلافاتهم، ثم يلتحموا بكل ثوار ليبيا، تكون لهم قيادة واحدة حتى تقف البلاد على قدميها وتخرج من هذه الأزمة الشديدة. فأصبحنا لا نثق في وعود الدولة والحكومة بسبب ما رأينا في هذه الأيام. يقول الأمن مستقر، الأمر تحت السيطرة في سبأ، أين السيطرة تحته؟ أنتم لا تعلمون، لا تذرون، نائمون. قاعدة، إذا كان القاعدة ما زالت هي يعني تحت سيطرة العدو، فكيف تأمن أن تنزل فيها طائرات العدو ويبقى يقصف هناك، يقصف رئاسة المؤتمر، يقصف رئاسة الوزراء، ويقصف كل مكان؟ كيف تأمن هذا؟ كيف الكلام هذا؟ كلام غير صحيح. وللأسف وجدنا جهات رسمية مثل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بعدما بدأت المعارك تتكلم عن إرسال وفود للمصالحة، تكلم عن الحكماء، لجنة الحكماء. تخيل رئيس أركان، رئيس أركان تبعث حكماء لمعركة مثل هذه؟ ما علاقة الحكماء بهذا؟ للأسف الحكماء يصلحونها بين المشاجرات العائلية والقبلية، لكن أنت معركة فاصلة بين أعداء الوطن، أعداء الأمة، أعداء الدين، يريد أن يستردوا مجدهم وقوتهم وغطرستهم ويعلنون مقولات الشركية الظالمة الفاجرة. فنقول هناك لجمة الحكومة تتفاوض مع هذا، تضليل، هذا لا يجوز، حرام، لا يجوز في أي منطق، لا يجوز لجهات مسؤولة تملك القوة وتملك الميزانية وتملك السلطة أن تلجأ في مثل هذه المعارك الحاسمة اللي تحتاج إلى الدبابات والطائرات والميزانيات والسلاح والذخيرة، بدل هذا الأمر اللي هو واجبها الشرعي اللي يجب أن تقوم به وتحمي الوطن وتحمي البلد وتحمي حدوده. تكلمونا في الأيام الأولى عن إرسال وفود وحكماء ووزراء مدنيين، وزير كذا ووزير كذا، ماذا يصنع الوزير؟ إحنا هذا الكلام فات أوانه، أوان المصالحة ليس الآن. الآن أنت في معركة حقيقية بالمدافع الثقيلة وبالسلاح البعيد ومدى ويضرب في اتجاهات ما علاقة الحكام بهذا الأمر؟ فالأمر يعني يحتاج منا إلى وقفة جادة وإلى جمع الكلمة ووحدة الصف، وخصوصا الناس الذين هبوا لنصرة الثورة في بداية الأمر هم مطلوبون ومدعوون مرة أخرى لأن يهبوا ولا يسمعوا إلى كلام الإعلام الفاسد الذي يريد أن يفسد هذه الدولة. ما أفسد 50% 50% من الفساد الذي حصل في الدولة بسبب الإعلام المغرض. هناك إعلام موجه لا تعرف يخدم من، لا تعرف يخدم من، لا يخدم الدين ولا يخدم الوطن، وإنما يتكلم يبالغ في مسألة حيادية ما حيادية، حتى إنه ينتصر للظلم وينتصر للطغاة، وفي نهاية الأمر الواقع هو خير دليل. من أسهم في إسقاط الناس الذين كانوا يؤمنون من غازي؟ الذي أجرج الناس عليهم هو الإعلام، ولكنه لا يريد أن يعترف، لا يريد أن يعترف بهذا، وما يزال يشوه الثورة ويشوه كل من يريد أن ينصر الحق بأن هذا عند أجندة سياسية، هذا متجه إلى الإخوان، هذا متجه إلى الإرهاب، هذا متجه إلى ما أعرفش إيه. أنا أريدكم أن تقارنوا الأمن الآن بعد أن أسقطتوهم وقلتم إنكم بنيتم الجيش، وقبل 4 أو 5 أشهر كيف كان الحال؟ هذا هو الذي يجيبكم، الذي يجيبكم على هذا السؤال هو الواقع وليس الكلام. ولذلك أنصح الإعلام عليهم أن يتقوا الله، لابد أن يكونوا منصفين ومنحازين إلى الحق. أن يقول للإنسان والله الإعلام مطلوب منا هو التجرد وأن يقف على مسافة واحدة بين هذا، لا يجوز لك أن تقف على مسافة واحدة بين الحق والباطل، لابد أن تنحاز إلى الحق إن كنت مؤمنا، إن كنت مسلما،
هذه مسؤوليتك، يحاسبك الله تبارك وتعالى عليها، تبارك وتعالى عليها. ليس هناك إلا حق وباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ عندما يتبين لك الحق لابد أن تنحاز الحق، لا تقول لا أنا أريد أن أقف بين يعني الإنصاف والحيادية والموضوعية، هذا كلام غير صحيح. حتى الإعلام الغربي الذي يدعي بهذا الكلام ويقول هو منصف، هو ليس منصفا وليس حياديا، وإنما يخدم قضايا معينة، قضايا يخدمها، وإن تظاهر بالحيادية وتظاهر بالإنصاف، لكن لا نريد من أولادنا في قنواتنا أن يعني يأخذوا هذا الشعار وهذا الإعلان ويطبقوه حرفيا ويضرون قضيتهم ويضرون بلدهم، بلدهم ما زالت محتاجة إليهم. والإعلام سلاح فتاك، سلاح يعني يضرب أشد من ضرب المدافع، تستطيع أن تغير أفكار الناس في وقت قصير بالكلمة، وإذا وجهت الناس كلهم في اتجاه واحد بعد ذلك أهل الحق معاه لا يستطيع أن يفعلوا شيء. إذا وجه الإعلام الناس جميعا في اتجاه فاسد باطل وأقنعهم بقضية غير صحيحة، ماذا يترتب على ذلك؟ فساد الدولة، فساد الأمة كلها، لأن أهل الحق بعد ذلك ليس أن يقاتل الناس كلهم، فيسود الضلال ويفسد الظلم ويسود الظلام ولا ينجح أمر. فالإعلام عليه مسؤولية ويحاسب الله تبارك وتعالى عليها، لابد أن يكونوا منصفين، يكونوا منصفين. الإنصاف معناها أن تقف مع العدل ومع الحق وأن تناصر قضيتك وقضية وطنك. نريد وطن الآن، لا نريد من يتبنوا أشياء قد يتهمها الناس بها، لا نريد غلو، نريد أن تكون وطنيا، أن تكون وطنيا ما معناه؟ كن وطنيا حتى كما يكون الطلياني ولا الإنجليزي ولا الفرنسي وطني، ينصر المظلوم ويوزع الثورة بالحق ويعني يحفظ الحقوق والمؤسسات احفظ الله، هذا من الإسلام، هذه من مبادئ الدين، احفظها لنا حتى باسم الوطنية. لكن أنك كل شيء له صلة بالإسلام ينفرك وتنفر الناس منه وتشوه صورة الإسلام وصور المسلمين وتشوه صورة العلماء وصور كذا، هذا هو تشويه للشريعة في واقع الأمر. عندما تصور الناس الذين ينتمون ويتبنون الإسلام، عندما تشوه صورتهم وتستحقرهم وتستهين بهم، هم ليسوا معصومين، هم مثل البشر، لكن هذا يتضمن ضمنه التهاون بالشريعة والتهاون بأوامر الله، فهذا أمر خطير في عقيدة المسلم. يعني إذا كان الإنسان يتبنى الشرع ويتبنى الدين يخطئ، يقول فلان أخطأ، فلان فعل كذا، ويقام عليه الحد، وإذا كان مجرم يوضع في السجن، هذا هو الإنصاف. لا أن تشوه صورة الإسلام وتقول لا هؤلاء يعني إسلاميون، هؤلاء يريدون أن يستغلوا الإسلام، الإسلام لا يعني إذا استولى على شيء، المسلمون إذا استولى على شيء انظر ماذا يصنعون. أنت بهذه الصورة لا تشوه شخصا مجرما، أنت لا تدين شخصا واحدا بعينه، وإنما تدين الإسلام، انظر ماذا تصنع، أنت على خطر عظيم، تدين الإسلام كأنك تقول هذا الإسلام ظالم، هذا الإسلام لا يصلح، أنت تحتقر دين الله، اتق الله. لابد أن تكون المسائل محددة واضحة، لا يهمنا من ارتكب خطأ، من ارتكب جريمة، من شرب الخمر، أيا كان اسمه، محمد وإلا جون ولا، عليه أن يأخذ، أن يقتص منا وأن يوضع في السجن وأن يؤخذ العدالة. لكن تبقى بعد أن تشوه كل هذا المسلمون، هذا حكم الإسلام وهؤلاء الإسلاميون، انظروا ماذا صنعوا في مصر، انظروا ماذا صنعوا في ليبيا، انظروا ماذا يفعلون الآن، وتلصق الإسلام وتلصق كل التهم بالإسلام، فهذا كأنك أن تقول أن الإسلام غير صالح وأنه دين باطل وأنه دين كذا، وهذا يخرج عن الملة، لا يترك لك شيء من الإسلام. أيها المسلم، إذا اتجهت هذا التوجه العام الفاسد الذي تقوده بعض القنوات الإعلامية، معناها لا يبقى لك شيء من دين الله في عنقك تتملص منه. فالناس الآن هذا التفريط أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، انظروا ماذا حصل في سبها، وانظروا ماذا يحصل الآن في المناطق الشرقية. الآن أكثر من 6 أشهر هناك جماعات مستولية على
ثروة ليبيا بأسرها كلها تحت تصرفها بحجج فارغة واهية مزعومة لا أساس لها ولا حقيقة لها، دعوى أن النفط يسرق فهم الذين يسرقونه الآن. هذه العصابات المستولية الآن على النفط لمدة 6 أشهر والدولة تتفرج، الحكومة تتفرج، الحكومة الضعيفة والمؤتمر الضعيف يتفرجون، وسيادة الدولة منتهكة. كل مال ليبيا مختطف من قبل 10، 20، 100، 200 مستولين عليه بالقوة تحت دعاوى فارغة، يريدون الفيدرالية. الفيدرالية هذا شعار غير صحيح. الفيدرالية هي نظام إداري، تريد حقوق إدارية مرحبا، على الرأس والعين يجب أن تعطى حقوق الإدارية، لكن الفيدرالية لها أبوابها يجب أن تدخل من خلالها، لا أن تستولي على الدولة، على سيادة الدولة، وتأخذ إقليم وتعلن حدودها وتعمل كذا وتقول هذه إقليم برقة وحدودها ووزيرة ومسؤول لا أوقف فيه ولا أعترف بأي شيء. هذا خروج على الدولة. يجب على كل ليبيا أن يقاتلوه، يجب أن يقفوا ضده بقوة. هذا تقسيم للأمة، هذا مخطط تقسيم، وليس هو اقتراح فيدرالية، ليس هي فيدرالية، وليس دفاع على حقوق النفط. هذه دعوة للتقسيم، ودعوة التقسيم من ورائها دول كبرى ومن ورائها دول إقليمية، اعترفنا ولم نعترف. لابد أن ننتبه إلى هذا. بدأت من إقليم برقة والآن تجري في سبا حتى يصل بها إلى نقطة أن تقسم. ولا يظن أهل مدننا في الشرق أن هذا الأمر لو تم تهنأ البلد ويبقى وإقليم برقة برقة وإقليم سبا سبا وإقليم طرابلس أبدا. الآن انظروا ماذا يحصل في السودان، تقبل الحروب الأهلية الطاحنة التي لا تنتهي. إقليم برقة سيبقى أيضا هو ينادي بالتقسيم، شرق برقة وغرب برقة وجنوب برقة وشمال برقة، والشمال أيضا يريد أن ينقسم إلى شمال وجنوب وشرق وهكذا، وتتفتت الدولة، والمستفيد هو المستعمر، المستفيد هو الشركات الأجنبية والدول الكبرى، والخاسر هو الجميع، هو أهل ليبيا جميعا. فعلى أهل الشرق عليهم ألا يقفوا وقفة المتفرج من أبنائهم وهم يفعلون هذا الفعل الآثم الغاشم الظالم. عليهم أن يضربوا عليهم بيد من حديد ويتحملوا مسؤولياتهم. وبالأمس سمعت بيانا للمجلس العسكري الجبل الأخضر أعجبني، وكان يعني يثلج الصدر، وتنصلوا من كل هذه الدعاوى وقالوا نحن نناصر الحق ونناصر الوطن ولا نقبل بأي شيء من هذا المزعوم الآن. فعلى كل المجالس في مدن الشرق أن تحدو حدوى هذا المجلس في الجبل الأخضر اللي أصدر بيان بالأمس، وتتحمل مسؤوليتها، تتحمل مسؤوليتها. وكذلك كل الناس الذين ينتمي إليهم من يتزعمون هذا الأمر في التقسيم في برقة، سواء في جدابية وإلا في بنغازي وإلا في أي مدينة من المدن الشرقية، عليهم أن يحدوا حدوهم ويتبرأوا من الظالمين. لابد أن يتبرأوا من الظالمين، لا يجوز لهم ينتصروا لهم، حرام عليهم. عليهم أن يتقوا الله. الله عز وجل يبين لنا أنه ليس هناك نصرة وليس هناك ولاية وليس هناك مودة إلا للمؤمنين. هذه الآية التي نحن اليوم بصددها، التي تتكلم على أن الله تبارك وتعالى نجى اليهود من آل فرعون، يبين لنا معنى الآل. ما هو من هم الآل؟ من هم أهلك؟ من هم آلك؟ آل فرعون، من هم آل فرعون؟ هل كان فرعون عند أبناء وبنات وعند أب وعند أخ وعند عم؟ لا، فرعون لم يكن عنده شيء من هذا، ليس عنده أبناء. فرعون موسى الذي نتكلم عنه لم يكن عنده أبناء ولا عنده بنات، وعاش وحيدا، ليس عنده أب ولا عصب ولا إخوة ولا كذا. ولكن جنده الفاسدون، جنده الذين كانوا على ملته وعلى مذهبه وعلى كفره، ماذا سماهم القرآن؟ سماهم أهله. الآل معناها الأهل،
آل فرعون يعني أهل فرعون. هل أهل الإنسان هم أبناؤه وبناته وقبيلته وعشيرته؟ هذا هو الأصل، لكن في الشرع لا، في الشرع الأهل والآل هم من كانوا على دينك وعلى ملتك وينصرونك. آل النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ هل أهل النبي وآله الذين نصلي عليهم هم أبو لهب؟ هم أبو جهل؟ أبدا، هذول أهله من حيث النسب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم، كما في صحيح مسلم حيث عبد عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يعلنه هكذا، بحيث لا يبقى شيء مستور زي ما يتستر الناس الآن. الناس يتسترون على أبنائهم وعلى أبناء قبيلتهم ولا يتبرؤون منهم، هذا على خلاف مذهب رسول الله ومنهجه وسنته. عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يعلنه هكذا للناس، من أجل أن نتأسى ونقتدي ونعمل. ماذا يقول؟ يقول: إن آل بني فلان ليسوا لي بآل، يعني يقصد أقاربه، يقصد أقاربه من النسب، مثل ما ذكرنا أبو لهب وأبو جهل ومن كانوا على الكفر، يقول: ليسوا لي بآل، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله هم من كان من قرابته، أزواجه وذرياته وبناته وأحفاده، ومن كان من المسلمين في عصره وإلى قيام الساعة. المسلمون الآن المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن. انظروا عندما قال نوح عليه السلام لربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لما الناس عم عليها الطوفان، وابن نوح قال نداه أبوه أن يؤمن وكذا حتى ينجو، قال: لا ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينه الموج. فكان نوح بعاطفة الأبوة التجأ إلى الله وقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال له ربه؟ هل جامله؟ هل قال له: صحيح هو من صلبك وهو من أهلك وأن ينجيه كما نجيت؟ لا، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بل حذره وتوعده عن ينهج هذا النهج. فإذا كان نبي الله نوح متوعد على أن يعني أن يأخذ أو يضم إلى نفسه من هو منحرف وخارج عن الحق وخارج عن الدين، ويضمه إلى نفسه وينسبه إلى قبيلته وإلى نسبه وإلى أهله، فكيف بنا نحن؟ كيف ننسب ناس خارجون، ننسب ناسا خارجين عن الحق نحميهم وننصرهم وندافع عنهم، ويصل بنا الحال إلى أن تهلك الأمة وتتدمر ونحن نواصلهم بالباطل؟ كيف يحق هذا وكيف يجوز هذا؟ فالناس عليهم في المدن كلها، في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب، عليهم أن ينتصروا إلى الحق، ينتصروا إلى الدين، ينتصروا. يجب على المسلم أن يحب من الآخرين، يحبهم بقدر دينهم، بقدر ما هم عليه من الحق. هذا هو الولاء الشرعي، هذا هو الواجب الشرعي. لا يجوز أن أنتصر لأهل منطقة فلان ولا جهة علان ولا فلان من القبيلة الفلانية ولا من العائلة الفلانية، ما دام أعلم أنه فاجر، أنه ظالم، أنه شارب الخمر سكير، أنه حشاش، أنه ممن يتكلم بالكلام الفاسد الفاجر ويسب الدين ويسب الملة، كيف تنضمه إليك وكيف تنسبه إليك؟ واجب وجوب شرعي عليك أن تتبرأ منه وأن تناصر أهل الحق عليه، حتى ولو كان ابنك،
حتى ولو كان أخاك، ليس فقط من أهل قبيلتك ولا من أهل بلدك، حتى لو كان ابنك من صلبك عليك أن تنصر أهل الحق ليقتصوا منه حتى يقف فجوره ويقف ظلمه ويقف عناده، وتتناصر الأمة على الدين وعلى الحق. أما الاستكانة، أما الاستهانة، أما ما يجري الآن في مدن الشرق أو في بعض المدن للغرب في القبائل وكذا، وكل ينصر جهته، فهذا هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه. علينا أن نحب من الناس ما هم عليه من الدين ومن انتصار للحق وللوطن وللأمة وللعدل وللإنصاف، ونكرههم بقدر ما فيهم من الظلم ومن الفساد ومن الفجور. لا نكره الناس لذواتها، وإنما نكرهها لما هي عليه. فإذا تغير الإنسان في ساعة من الظلم إلى الحق، فبعد أن كان مكروها يصير صديقا، لأن هذه المحبة الحقيقية، المحبة المبنية على الدين وعلى التقوى وعلى الصلاح، لا المحبة التي تبنى على المودة والمصالح، المودة الدنيوية والمصالح، كما كان الفجار والعباد الأوثان يتناصرون فيما بينهم ويتوادون مودة بينكم في الحياة الدنيا، كما أخبر الله عن الكافرين، مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. المحبة من أجل الدنيا، من أجل القبيلة، من أجل العنصرية، من أجل الصفقات، من أجل الأموال، هذه محبة تنقلب إلى عداوة. كانوا عباد الأوثان كان هكذا يتحبون، من أجل يتسامروا ويغتابوا ويتكلموا ويبنوا صدقات للموال، كما أخبر القرآن مودة بينكم في الحياة الدنيا، لكن ما مآلهم؟ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فكل من يتناصر على الباطل سيكون مع الباطل يوم القيامة، لأن ليس هناك إلا حق وباطل، فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس هناك فريق بين بين. فإذا كان الإنسان انتصر إلى الحق وانتصر إلى الدين وانتصر إلى إقامة العدل، فيكون مع أهل العدل ومع أهل الحق، وإذا انحاز إلى الباطل سيكون مع أهل الباطل. فالناس لابد أن تتبين وتتميز مواقفها، لا يبقى الإنسان موقفه باهت، يبقى موقفه هكذا يعني رمادي، ينظر كيف تكون الأمور وكيف. فإن نجح هؤلاء الذين الآن يستولون على النفط، فشيوخهم وأهلهم يقولون والله يعني معكم لأن لم نمنعكم وكذا، وإذا كان انتصر الفريق الآخر يقول إحنا هؤلاء مارقون ولم نقدر عليهم. هذا دعوة، كلام فاسد، كلام غير صحيح. لأن ما يجري في المدن الليبية كلها، ليس فقط في الشرق، حتى ما يجري الآن في مدن في الغرب، هنا بعض الناس يعلمون أن أبناءهم خارجون عن القانون ويرتكبون الإجرام ويخطفون الناس ويقتلون ويعني يقطعون الطرقات ويستولون على أموال الناس بالقوة في مزارع وفي استراحات ويطلبون فدية، ويعرفون أن هناك ناس صغار وشباب من أبنائهم يقولون بهذا. عندما تكلمهم ماذا يقولون؟ يقولون لا يمارقون. كيف مارقون؟ عليكم أن تتبرعوا منهم. أضعف الإيمان أن تعلنوا براءتكم منهم. إذا تبرأتم منهم رفعتم أيديكم عن نصرتهم، بعد ذلك كل من يريد أن يقتص منهم فأنتم تكونون معه، لابد أن تكونوا معه، تكونوا مع من يريد أن يقتص من الظلمة، من الفجرة، من الذين يروعون الأمن في ليبيا، أيا كان هذا الذي يقتص منهم. أما أن تبقوا هكذا سكوت مهادنون، فإذا كانوا نهبوا أموال وتحصر أموال وبعد ذلك تشاركونهم، فإذا استولوا على سلطة وتمركزوا في مرفق حيوي تشاركون وتقول نحن معكم ونحن قبيلتكم، وإذا كانت الأخرى تقول نحن متبرئون منهم لأنهم خارجون على القانون، هذا كلام غير صحيح. المسلم لا يكون هكذا، المسلم لابد أن يكون واضحا. إن تعلم هؤلاء خارجون على القانون ومفسدون ومنتهكون لحدود الله ولحرمات الله، فعليكم أن تتبرأوا منهم.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لا إله إلا الله ولا شريك له. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. القرآن ذكر آل فرعون ولم يذكر فرعون لأن آل فرعون هم الذين يباشرون هذا الأمر. والقاعدة الشرعية أنه عندما يجتمع في الجريمة الآمر والمباشر فالأولى أن يوجه الكلام إلى المباشر. إذا واحد حفر بئر في الطريق ولما جاء واحد مر منه واحد ثالث حذفه في هذا البئر دفه في هذا البئر فالمتسبب بحفر البئر هذا يسمى متسبب، والذي أوقع الشخص في البئر يسمى مباشر. فدائما المباشر مسؤوليته أشد من مسؤولية المتسبب في هذه المسألة بالذات يعني. ولذلك هذا تاع على القاعدة، لأن هؤلاء هم الذين يباشرون الظلم ويباشرون الفجور، ولم يعفهم من المسؤولية أنهم مأمورون. الله يعني ذكر جند فرعون بالعذاب وتوعدهم بالعذاب وكانوا مأمورين. فالعذاب لا يخص الآمر، لا يخص فرعون فقط، وإنما كذلك كل من كان في حزبه وجنده ويمارس الظلم ويطبق الأوامر الفاسدة. نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء. فرعون المراد به هو هنا ملك بعينه، وهو فرعون موسى. يعني أصل كلمة فرعون هي يعني الآن فرعون صار علم بالغلبة على فرعون موسى، إذا أطلق يطلق على فرعون الذي عاش في عصر موسى وادعى الألوهية وفعل وفعل ما فعل. ولكن أصل كلمة فرعون هي تطلق على كل ملك حكم أقباط مصر كله يسمى فرعون، وكذلك من حكم الفرس يسمى كسرى، ومن حكم الروم يسمى قيصر، ومن حكم الحبشة يسمى النجاشي. هذا هو الأصل، لكن صار علم بالغلبة على فرعون موسى. نجيناهم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يسومون، الصوم هو الإرهاق بالألم الذي لا يطاق. تسومه العذاب أي تمسه بعذاب شديد يصعب تحمله، هو الإرهاق بالألم، هذا هو السوم. فهم كانوا يسومونهم، كانوا يعني لا يعني يألول جهدا في أن يوصلوا إليهم أصناف العذاب الممكنة. يعني أقباط مصر وجند فرعون كانوا يفعلون ما يقدرون عليه من مس اليهود بني إسرائيل بالعذاب الشديد وجميع أصناف الذل والهوان، كانوا يذيقونهم كل هذه الشدائد. يسومونكم سوء العذاب. فأنواع العذاب كثيرة، وذكر القرآن بعضها في قوله تعالى يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. من هذا العذاب الذي كان يمارسه فرعون وجنده وعلى اليهود في ذاك الوقت
من الإذلال والمهانة وكل ما يقضون عليه، منها أنهم كانوا يذبحون الأبناء. أول ما يولد ولد صغير ذكر من اليهود يذبحونه، فرعون وجنده يذبحون المولود الصغير من الذكور. وسبب في ذلك أن فرعون رأى رؤيا أن نار تخرج من بيت المقدس وتحرق ملكه، فأولها له قال هناك رجل من اليهود يخرج ويكون نهاية ملكك على يديه. فما الحل في هذا؟ نادى مستشاريه وكذا، قالوا أحسن شيء كل من يولد جديد، لأن هذه الرؤية حتكون للمستقبل، والناس الموجودون الآن يعني لا يظن أن منهم من يقوم بهذا الأمر، فكل من يولد صغير يجب ذبحه من الذكور. وذلك قصة موسى ذكر القرآن كيف يعني وضعوه في اليم، وضعوه في صندوق في تابوت يخافوا عليه من الذبح مثل سائر الأبناء الذين يذبحون، و أخته يعني كانت تقصه وتتابعه من بعيد، والماء يدفعه حتى وصل تحت قصر فرعون وأخذوا والتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن، وأخذته امرأة فرعون وأحبته وقالت يعني تريد أن أعجبها الابن، والمراضع كلها يعني ليعرضوها عليه لم يقبلها الله عز وجل، الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، منعه أن يقبل أي مرضع. فقالت أخته هل أدلك على امرأة يعني ترضعه، فأتت أمه وأرضعته في قصر فرعون. وإذاك القرآن ليكون لهم عدوا التقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن. آل فرعون لهم أشد عداوة، لهم يتبعون جميع المواليد يقتلونها ويذبحونها، التقطوا موسى الذي ويكون ملك فرعون يعني على يديه، نهاية ملك فرعون على يديه، فرعون هو الذي رباه في قصره، وجاءت أمه ترضعه في قصر فرعون. انظر الله عز وجل عندما يريد أمرا ويقول له كن فيكون، حتى في أحلك الظروف وأقساها وأشدها نجى الله فرعون، نجاه في قصر عدوه. فأرضعته أمه وكبر، ثم ذلك خرج وكان من أمره ما كان. فهذا يبين لنا أن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، علينا أن نستقيم وأن نأخذ بدين الله وبشرع الله ونلتزم الحق ولا نفكر في العاقبة. العاقبة عند الله، هو الذي يصرف العواقب، هو الذي يتحكم فيها، لا أحد غيره يتحكم. أمرنا فقط أن نأخذ بالأسباب الصحيحة، أن نسير على شرعه وعلى طريقته وعلى دينه. وقد وعدنا بالعاقبة الحسنى، وعدنا بالنصر، وعدنا بالتأييد، فهل نشك في وعد الله؟ أبدا لا نشك. علينا ألا نقصر فقط، فإذا لم نقصر فبإذن الله سنصل إلى ما نريد، لأن هذا هو وعد الله الذي لا يتخلف. فيذبحون أبناءهم، هذه الوسيلة اللي يمكن فرعون يرى أنه يمكن ينجى بها، كل ما ذكر يذبحه يذبحون، شو بالمبالغة، مش يذبحون يذبحون ويستحيون، كل بصفة المبالغة والتكثير، كأنهم يفعلون هذا الأمر يعني في غاية الحذر وغاية التقصي وغاية الاحتياط، لا يكاد ينفذ منهم حد، لا يكاد يعني يفلت صغير من هذه القاعدة. القاعدة ما هي؟ أن الذكر يذبح والبنات والنساء، ويستحيون نساءهم. يستحيون أيضا الفعل جاي بالسين والتاء وكذا ليدل على الطلب وعلى التكثير وعلى المبالغة وعلى الحرص، وعلى أنهم يعني يتوخون ذلك بكل ما أوتوا بإمعان وب يعني باحتياطات بالغة شديدة. يستحون النساء وفي الواقع يستحون البنات. للنساء هل الأنثى تولد مرأة؟ تولد طفلة. فعبر يذبحون أبناءهم وقال ويستحيون النساء، ما قال يستحيون بناتهم. بنات أول ما تولد تسمى ابنة، بنت تسمى بنتا، لا تسمى نساء، لا تسمى امرأة. لكن سماها القرآن نساء لأمرين. الأمر الأول لأن يؤول أمرها إلى أن تكون مرأة، وللإشارة إلى أن فرعون وجنده
كانوا يتركون البنات ويتركونهم أحياء لغرض خبيث خسيس قبيح، من أجل أن يتخذهن جواري ويعتدوا عليهن. الاعتداء لا يمكن أن يكون على طفلة مولودة، لا يكون على النساء، على امرأة. وذلك عبر القرآن بالغرض الذي كان هم يريدونه ويقصدونه من إبقاء النساء أحياء، من إبقاء البنات أحياء. ما قال يستحيون البنات عند الولادة، لأنهم لا غرض لهم في البنات في ذلك الوقت، هم غرضهم في نسائهم، كيف يستعملون جواري، يستعملون جواري ويستعملون يعني العدوان عليهم والاعتداء على أعراضهم. فهذا من الذل والهوان الذي الله عز وجل ذكره في أول آية، يسمونهم سوء العذاب. هذا من سوء العذاب، أنهم يذبحون الأطفال الذكور ويتركون النساء ليتخذون بعد ذلك للمتعة وللمؤانسة وكذا. والرجال الموجودون في ذلك الوقت الذكور الكبار كانوا يستعملونهم للسخرة، لأنهم يريدون من يعمل في المزارع، من يعمل في المصانع، من يعمل في الخدمة، من يعمل في كذا. فكان هذا إذلالا للرجال أشد عليهم من القتل. انظر ما صار، يأتي للرجل ابنه يذبحونه وابنته يربونها ليتخذوها جارية، وهو يستعملونه في السخرة عبدا للخدمة. فليس هناك بعد هذا العذاب عذاب ما فعله فرعون وجنده لبني إسرائيل في ذلك الوقت. هذا اللي عبر عن القرآن، يسمونهم سوء العذاب، يذبحون أبنائهم ويستحيون نساءهم، وفي ذلك بلاء من ربك عظيم. وذلك جاءت الإشارة، وفي ذلك يعني في هذا الهوان والمذلة والذبح والاعتداء على أعراض النساء والسخرة والخدمة وغير ذلك من أنواع العدوان والظلم، في هذا كله بلاء وابتلاء من الله تبارك وتعالى عظيم لليهود لبني إسرائيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.